شغفت المرأة الدمشقية بالذهب الخالص أو المطعم بالأحجار الكريمة كالألماس واللولو والعقيق وغيره والزمرد وغيره. تراجعت الحلي الذهبية أمام الحلي الفضية وقلدت نساء الأسر الغنية نساء إسطنبول، فزينا رؤوسهم وصدور وأعناق وإيديهم حتى باهم الرجل زينوا. أخذت الحلي أشكال مختلفة، فكان منها الضفائر والأهلة والأساور والخلاخل والعصائب والقلادات والحبال الذهبية والمناطف والحجابات وأشكال مختلفة كالدبابيس والخواتم والكردانات والسلتات والحبيات والطيور الذهبية وغير ذلك. إذن كان هناك أشكال مختلفة للحلي، سنراها في الحلقة القادمة، هذه الأشكال المختلفة والتي كانت تزين المرأة من الرأس حتى أخمص القدمين. هذه أشكال وأسماء الذهب قديما، أما حديثا فحدث ولا حرج. حدثني أحد صياغ دمشق أن للخواتم أصبح مئات الأشكال، وكذلك الأساور والقلادات. على كل لنطلع عليها ونرى ما سيخبئ لنا الزمن القادم من أشكال جديدة لهذه الحلي. كانت النساء يستخدمن في زينتهن النقود الذهبية والفضية الأوروبية كالريال الفضي الألماني وذهب البندقية لنقاء معدنه، يثقبن تلك النقود ويجعلنها تتدلى من عناقهن إلى صدورهن. نساء الخاصة كنا لا يرغبن إلا بالذهب البندقي أو النقود الإسبانية الذهبية الكبيرة، ووصل بالبعض منهم إلى حمل 100 قطعة
فهناك من حمل 300 قطعة مرة واحدة. قسم منه بشكل حاشية عند عصابة الرأس والتي أطلق عليها اسم الصفية، والقسم الآخر متدلي في الأعناق وأطلق عليه الكردان. كما استخدمت النساء الرباع القندقلية والجهادية القديمة والغازي العادلي. وورد في سجلات المحاكم الشرعية بدمشق أسماء القطع كما يلي: صنوبر ذهب، كردان ذهب، جوز أساور وحلى وترس ذهب، سوارد ذهب، جوز إصباهات ناطور ألماس، زوج سلتات، زنار ذهب، زنار فضة، قرص ذهب بلولو. هذه هي أشكال أسماء الذهب قديما، أما حديثا فحدث ولا حرج. حدثني أحد صياغ دمشق أن للخواتم أصبح أكثر من مئات الأشكال، وكذلك بقية القطع من أساور وعقود. على كل، لنطلع في الحلقة التالية ما ستحدثنا عنه الصياغة في دمشق.
We'll be right back.